صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. جلسه صباحيه جديده من تكمل العربيه على فيسبوك، معكم جوزيف ظهريه. استاذ علي صباح النور، محمد، ناصر، بسام، جود مورنينج، وركال، بهاء، عصام، ياسر، اهلا وسهلا فيكم. احمد، محمد، نورت الجلسه يا شباب. شو عندي تحركات؟ شو عندي اخبار جديده؟ شو عندي فرص استثمار؟ بدي اشوف انا وياكم بهذه الجلسه. بالبدايه بدي ابتدي شوي صغير احكي على انه طبعا المانيا وطبعا ميركل بشكل مباشر ابتدت تحكي شوي صغيره بسانكشنز ضد روسيا، فهذا الموضوع ابتدى يتازم بين المانيا وروسيا. هيدا اولا. هلا بنحكي شوي صغير وبنمر على الروبل لنشوف شو الوضع، وطبعا المؤشرات الالمانيه، هذا الموضوع بياثر مباشره على المؤشرات الالمانيه. اكيد علي بنحكي على النفط، وناصر اكيد رح نحكي شوي صغير على الذهب. مصري اهلا وسهلا فيك، جود مورنينج. في عندي كمان قرار قريته على بلومبرج على انه الفاكسينيشن او اللقاح لكورونا فيروس رح يبلش يتوزع بالولايات المتحده بنوفمبر 1. هل يا ترى هي صدفه بنوفمبر 1 او كيف؟ لانه بنوفمبر 3 الانتخابات الرئاسيه بالولايات المتحده، فشو رايكم ان هذا الموضوع ياخذ عليك رده دونالد ترامب؟ الى اكثر من شهر وشهرين وثلاثه عم بتكلم على هذا الموضوع انه توقعوا انتخاب او خلينا نقول انتخابات الولايات المتحده، طبعا مسبقا يكون في يعني توزيع للقاح كورونا فيروس، بده ياخذ كريدتس عليه دونالد ترامب انه هو دعم وهو شال وهو حط، وطبعا هذا الموضوع رح يكون ايجابي لدونالد ترامب. طه اليورو نيوزيلندي رح نشوفه. يلا طيب، اولا بدي اتمنى منكم تمني بسيط وخاص، اذا ممكن واذا امكن لايك وشير لهذا الفيديو لخلال هذه الجلسه تكون هي شغاله، نحن عم نمتد باكبر عدد ممكن للاشخاص يقدروا يشوفوا هذه الجلسه. شير بكون ممتاز، ورح بيض لكم وجهكم اذا عملتوا شير طبعا. اوكي، لكن بدي ابتدي شوي صغيره باليورو مقابل الدولار. اليورو مقابل الدولار كنا حكينا عليه، كنا رسمنا هذا السيناريو بجلسه امس، وبعده السيناريو نفسه ما غيرته، والرسوم والتحاليل التقنيه والاسهم بعدها نفسها، ونحن عم نشهد تراجع لليورو مقابل الدولار، واكثر كان من رائع، من مستوى ال 120 30 تقريبا 120 20 الى منطقه ال 117 87. في اشخاص سالوني من وراء جلسه امس، سالوني طب جوزيف انت بتتوقع انه اليورو دولار يهبط الى منطقه ال 117 13؟ ممتاز، واذا في حال بدك ترجع تتوقع ارتفاع للموجه الاخيره اللي هي الموجه رقم 5، اوكي، بين تقريبا هلالين، وين بتتوقع يستهدف اليورو مقابل الدولار؟ وين المنطقة اللي ممكن يستهدفها؟ رح أقول لكم شغلة، إنه لما يكون في عندي الريجولر ويف، هذا موضوع شوي صغير هيك علمي وبسيط وكمان مفيد. لما يكون عندك أنت موجات اندفاعية وتنتظر ثلاث موجات تصحيحية A B C بهذا الشكل، مثل ما نحن عم نلقبها على اليورو بيج A بيج B وبيج C. الشيء الملفت للنظر انه الاي بي سي بتكون على هذا الشكل، اي البي بترتفع شوي ما بتسجل قمه جديده، وسي بترجع بتهبط بتسجل موجه تصحيحيه ما قبل تكمله اتجاه الصاعد. الشيء الملفت للنظر انه اليورو مقابل الدولار سجل اي بي سي، ولكن الموجه بي مثل ما عم بتشوفوا سجلت قمه فوق الموجه رقم 5، يعني هون الموجه رقم 5، الموجه بي ارتفعت فوقها، تلقب بالإرريجولر ويف، تلقب بالموجة الغير اعتيادية، هيدي بقوانين موجة اليوم. لما نجي نحن نشوف انتهاء الموجة سي وبدنا نجي نشوف موجة ارتفاع جديدة، لا أتوقع أنه زخم الارتفاع يكون بعده موجود أكثر وأكثر. يعني لما يكون عندي موجة غير اعتيادية، الموجة بي ترتفع وتسجل قمة جديدة، تلقب بالإرريجولر ويف، الموجة الخامسة الأخيرة بتكون قصيرة يا شباب، ومن ثم الهبوط. لذلك بالنسبة لي وسيناريو اليورو مقابل الدولار هو أنه إذا في حال وصل إلى منطقة ال 117-13 احتمال كثير كبير نرجع نشوف تسجيل لقمة جديدة، ولكن مش كتير بعيدة، مستوى ال 120 30 120 50 121 كحد أقصى، ونتوقع الهبوط. لوين يا جوزيف تتوقع الهبوط؟ تتوقع أن الدولار الأمريكي يرجع يقوى ويرجع العملات الرئيسية يضعفوا؟ نعم. تتوقع أن اليورو دولار ممكن من مستوى ال 121 ومن ال 120 70 يرجع يهبط ليسجل قيعان جديدة مثل مستويات ال 110 و109 و108، نرجع نشوف اليورو دولار على هذه المناطق؟ نعم، ما في شيء مستبعد. صباح الخير استاذ بشبارة، هاني، محمود، راغب، جمانة، جود مورنينج. طيب نحن بعدنا على فوقه، يعني بنتمسك هلا هذا السيناريو نعم موجود. خليني بس ارجع افتح رسم بيان جديد لليورو، اوكي، يكون نظيف. وبدي ارجع اذكركم انه على اطار اسبوعي
اوكي، نحن كنا بعدنا عم نحلل على انه السوق بعد عنده ميسنج لاج وموجة هبوط، والموجة الهبوط هي ويف 1 وويف 2 اذا بتتذكروا لتكملة اتجاه الهابط. فبالنسبة لي على المدى الطويل السيناريو الهابط لا يزال بعده قائم وبعده تقريبا ان بلاي. ما فينا نلغي الاتجاه العام الهابط للعملات الرئيسية، وما فينا نقول انه خلص اليورو دولار صار باتجاه عام صاعد، لا اكيد لا، بعدنا تحت الضغوطات السلبية. هذه الموجة احتمال تكون موجة تصحيحية، ويف 1 ويف 2 وتكملة اتجاه الهابط. وعلى اطار شهري يا شباب، على اطار شهري اوكي، نقدر نشوف انه النفق الميل على هبوط كمان بعد في احتمال يكون موجود. النفق الميل على هبوط اللي هو اليورو دولار يرجع يهبط ويسجل قاع جديد بالقرب من مستوى 0.90 0.95 بعده موجود. طيب جوزيف، اي متى بتتوقع انه يرتفع الدولار الامريكي ليهبطوا هذه العملات الرئيسيه كلها، اليورو والباوند وغيرها؟ من هلا لانتخابات الولايات المتحده احتمال يكف السيناريو نفسه، ضعف للدولار الامريكي، موجه تصحيحيه معقده للعملات الرئيسيه، انتخابات الولايات المتحده، دونالد ترامب الى ما هنالك، ربح دونالد ترامب ري الكشن، الدولار الامريكي ممكن يرجع يقوى، اشاره انعكاسيه للمؤشرات الامريكيه وانتهاء من هذه القمم التاريخيه الجديده. يعني هلا من هلا لانتخابات دونالد ترامب بده يكون في عندي ارتفاع للمؤشرات الامريكيه، تسجيل قمم جديده، إعادة انتخاب دونالد ترامب ممكن تكون سلبية للمؤشرات الأمريكية. بعرف أنه هو على طول بيدعمها ولكن ممكن تكون سلبية والسوق يمتصها بشكل شوي صغير سلبي على أنه دونالد ترامب ما أنجز إذا بدكم اقتصاديا نقاط مهمة. هلا هو بيعتبر أنه البطالة خفت على عهده وإلى ما هنالك، ولكن اقتصاديا ما كان كتير دونالد ترامب يعني تأثيره مباشر على الاقتصاد أكثر من أنه هو تأثيره على سياسات خارجية، وأنتم بتعرفوا هذا الموضوع، صار يتحدى روسيا ويتحدى الصين وحرب تجارية ويعمل يجرب يعمل اتفاق مع كيم جونج يونغ اللي هو نورث كوريا، وجرب أنه يأثر طبعا بالشرق الأوسط بالميدل إيست بتدخلاته مع طبعا يعني سوريا و حتى لبنان وكثير من الامور. فبالنسبه لنا علاقات دونالد ترامب وقوته هي سياسات خارجيه، لذلك الاقتصاد ممكن ما يكون كثير فاده. فاحتمال كثير كبير انه من وراء انتخابات دونالد ترامب من جديد نكون شفنا قمم للداو جونز بالقرب من مستوى 32000 و33000، نرجع نشوف انهيار اكبر من الانهيار اللي شفناه. يعني هذه الفي شيب ريكفري يليها اي. هذا موضوع حابب كنت احكي عليه، رح ارجع على العملات الرئيسيه، بس بدي اقول لكم شغله. على طول من وراء الفي شيب ريكفري نتوقع حرف اي، وهذا طبعا يعني ما انه شيء ملزم انه يحصل، ولكن بالباترنز والهيكليات اللي ندرسها باسواق المال نعرف انه من وراء حرف في بكون عندي اي. اوكي، حرف في يلي اي، يعني من وراء الفي شيب ريكفري اللي عم نشوفه على المؤشرات الامريكيه اكيد ممكن تسجيل قمه جديده، احتمال حرف اي وانهيار اكبر من الانهيار اللي شفناه على الفراش فلاش كراش من وراء كورونا فيروس. فلذلك انك تدخل بصفقات بيع على المؤشرات الامريكيه عن قريب احتمال تكون جدا جدا قريبه ومغريه ونقدر نستفيد منها. طولوا بالكم علي، رح اعطيكم نقاط دخول اكثر من رائعه. انتوا عارفين الداو جونز كنت قلت لكم سابقا انه ما حدا يبيعه، وقلت لكم رح يغطي الفجوة السعرية يا شباب اللي عم تراهنوا انه ما يتم تغطيتها. هذه الفجوة السعرية اللي موجودة هون على اليسار، هذه فجوة سعرية تم تغطيتها اليوم ونتوقع تكملة اتجاه الصاعد. وقلت لكم 28300 شراء و 27500 شراء ولا نزال تحت زخم الارتفاع. لكن بالنسبة لليورو دولار كنا حكينا عليه والسيناريو بعده نفسه. بالنسبة للباوند نفس السيناريو، اتوقع موجه تصحيحيه ديب كوركتد سايكل، موجه تصحيحيه شوي عميقه. قلت لكم انه احتمال نرجع نعيد امتحان البريفيس لوز اللي هو هذا القاع خط ميل على ارتفاع، نرجع نعيده. اكيد مش بالضروره انه بخط واحد او بشمعه واحده، ولكن هنالك احتمال نشوف اي بي سي هبوط ما قبل تكمله اتجاه الصاعد. اوكي، فبالنسبه للعملات الرئيسيه ديبر كوركتد سايكل متوقعه حتى بالنسبه للاسترالي. يعني احنا كنا حللنا انه هبوط اليورو دولار لل 117 13، وكنت قلت لكم بجلسه امس انه الاسترالي مقابل الدولار احتمال يهدي اول نقطه على هذا خط الدعم. مثل ما بنلاحظ اذا بنعمل زوم ان شوي صغيره بنلاحظ انه ارتد منه السوق لهذا الخط، ولكن رجع تم اختراقه. اوكي، مثل ما عم بتلاحظوا هون هذا خط المقاومة اللي كان بشكل expanding triangle، إذا بنعمل زوم إن بتلاحظوا إنه السوق ارتد منه شوي ولكن تم اختراقه وأصبح خط مقاومة. كان خط دعم، ارتداد، اختراق، إعادة امتحان، تكملة اتجاه الهابط، ونعم نتوقع الهبوط أكثر وأكثر للأسترالي مقابل الدولار. لذلك الموجة التصحيحية على الدولار الأمريكي possible تكفي.
راح تكون على شكل ثلاث موجات. ابتدينا على الدولار مقابل الكندي اول موجه، استهدفنا مستويات ال 100 تقريبا و30 80 131 ويف بي، والويف سي هلا طبعا راح تاخذ مجراها لزياره مستوى ال 131 40، المستوى اللي حكينا عنه امس انه هو مستوى اكثر من رائع لتعزيز صفقات البيع. اتفقنا على هذا الموضوع. شوقي جلال احمد اهلا وسهلا فيكم، بدوي داني جود مورنينج، عبد الرحمن، شباب نورتوا الجلسة. يلا الذهب هلا بنمر عليه بس شوي صغيرة. رح تخدموني فيها تعملوا لنا شير لهذه الجلسة، نعمل شير خلينا نمتد بعد أكثر بعد أكثر، يعني عم بكون طميع شوي صغيرة، بس حابب كمان إنه إذا حدا داخل بجروب فوركس على فيسبوك وجروبات فوركس ياخذ الرابط ويعمل له شير هنيك، خلينا نبجها اليوم. طيب بالنسبة لسعر أونصة الذهب، شو حكينا امبارح على سعر أونصة الذهب؟ قلت لكم شباب نحن بكوركتيف سايكل ضخمة، ونتوقع انه هذه المرحلة الأفقية من وراء وصوله إلى مستوى 2075، هي مستويات 2072 هي منطقة ممكن تاخذ مجراها بأكثر من شهر أو شهرين، ومرحلة أفقية بامتياز. هذه المرحلة الأفقية لا يمكن تحديد شكلها، ولكن كنا أكدنا وأصرينا على هبوط خمس موجات لسعر أونصة الذهب ب طبعا هذه المرحله هون ويف 3 ويف 4 وويف 5. اكيد هون عندي اي بي سي اب، اي بي سي اب، وهون طبعا المرحله رقم 4 من الموجه رقم 3. بغض النظر عن هذا الموضوع، كنا قلنا خمس موجات هبوط يا شباب، بترجع نتوقع ارتفاع ثلاث موجات تصحيحيه، ورجعنا كمان حددنا قلنا بناخذ فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، تم استهداف مستوى ال 76 وال 80% فيبوناتشي بالضبط لذلك هذه المنطقه. كلام امس بالضبط شو كان؟ قلت لكم القمه اللي هي ال 1992 احتمال تكون قمه الشهر كله، صح ولا لا؟ حكينا هذا الكلام ولا لا؟ وقلنا انه سعر أونصة الذهب على اطار شهري فتح شمعه شهريه جديده وعم تعطيني اشاره سلبيه. قلت لكم 1992 احتمال تكون قمة الشهر كله، ما يقدر يتم اختراقه خلال هذا الشهر ونشهد ضعف لها، وبالفعل ابتدينا هذا الضعف، والضعف كان على شكل اندفاعي اندفاعي. هلا عندي 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3، اتوقع اي بي سي اب 4 ما قبل الهبوط يا شباب. انتبهوا انتبهوا، على اطار ساعة عند نمط احتوائي على الذهب، شمعة ساعة احتوائية، اتوقع اعادة امتحان بريفيس ويف 4 بالقرب من مستوى 1948 1950، اي بي سي اب ما قبل تكملة اتجاه الهابط. نعم اتوقع الهبوط، نعم رح اتمسك بالسيناريو السلبي، ولكن على اطار الساعة خلينا نشهد شوية بول باك، ما بيصير شيء. ارتداد ثلاث موجات لل 1950 لموجة الصحية، ممكن عم نسجل الموجة رقم 4 من الموجة رقم 1 1 2 1 2 3 4 5 4 5 هون الموجة رقم 3 هون 1 2 3 4 و5 بنكون انتهينا من الموجة رقم 1 اي بي سي اب ومن ثم هبوط. لذلك ارتفاع الذهب هلا 10 دولارات او 15 دولار من المتوقع انه نرجع نعزز صفقات البيع. وكمان اليورو يا شباب، ما اليورو هبط اوريدي، شايفينه هبوط لل 117 13 اوكي، بس انه اوريدي هبط 100 نقطه او 150 نقطه، لذلك ارتداد اليورو من هون لمستوى ال 118 60 ما قبل تكمله اتجاه الهبط هذا امر طبيعي، ثري ويف بول باك، لانه هبطنا بشكل خمس موجات، ثلاث موجات تصحيحيه وتعزيز صفقات البيع يا شباب. الباوند مقابل الين كمان اوكي، متوقع ارتفاعه للمستوى ال 143 وال 144، اوريدي استهدفنا مستوى ال 142 تقريبا 70، قربنا لهدف ال 143. يعني انا بالنسبه لي من ال 138 لل 142 70 اوريدي، كنت نبهتكم منه وقلت لكم من ال 138 شراء لل 143 بعتبر صبت الهدف، ولكن هنالك بعد ارتفاع اكثر. والسبب الرئيسي انه حللت الباوند مقابل الين بشكل انه نتوقع ارتفاع الرايزنج ويدج، بتتذكروا؟ بتتذكروا انه كنا عم نشتغل على هذه المنطقه ورسمنا خط دعم على اطار اربع ساعات، رسمنا خط دعم بهذا الشكل، وقلت لكم منطقه الشراء للباوند مقابل الين هي هون، ارتداد لمستوى ال 138 60 70 هي منطقه شراء للانتهاء من الرايزنج ويدج.
يعني ما حللنا شيء خارج عن السيطرة، حللنا بأمر طبيعي بشكل طبيعي، خط دعم رئيسي، وقلنا ممكن احتمال ينتهي من الفولينج واج والرايزنج واج، واحتمال نستهدف منطقة ال 143 وال 144. فكانت أكثر من رائعة السيناريو على الباوند مقابل اليان. طيب أكيد رح نشهد ضعف من مستوى ال 143-144 لأنه في رايزنج واج. بالنسبة لليورو مقابل اليان نفس الموضوع، كمان تمسكنا بالسيناريو الإيجابي، والسيناريو الإيجابي اللي عم نتمسك فيه احتمال نبتدي نشهد ثلاث موجات تصحيحية، ولكن مش من هون، مش من هون يا شباب. عندي خط دعم رئيسي موجود على اليورو مقابل اليان، بتوقع انه على المدى الطويل نستهدفه اللي هو مستوى ال 138، وخاصة ان تم اختراق خط المقاومة اللي موجود عندي على هذه المنطقة. هلا بتقول لي هنالك اعادة امتحان جوزيف، بقول لك احتمال كثير كبير، يعني خط المقاومة اللي موجود عندي هون نرجع نعيد امتحانه، اوكي، على مستوى ال 119 او 120 مقابل تكمله الاتجاه الصاعد، ولكن لا اتوقع بالوقت الحالي هنالك ديبر كوركشن لليورو مقابل الين. الدولار مقابل الين قلت لكم تمسكوا بالشراء، ولو حتى شفتوا موجه هبوط من وراء استقاله رئيس الوزراء، ولكن قلت لكم تمسكوا بالشراء لانه هنالك موجات اندفاعيه عم نشهدها بالاتجاه الصاعد. فيرست امبالسيف ويف، سكند امبالسيف ويف، ثيرد امبالسيف ويف. اوكي شفنا استقالة رئيس الوزراء وهبوط وتراجع، ولكن قلت لكم تمسكوا بالاطار الايجابي لزيارة مستوى ال 137 وال 157، لانه الباترنز والهيكليات اللي عم نشوفها اكيد بتدعم الصعود. لما تيجي تشوف انت رسم بياني هنالك شموع خضراء بمجسم ضخم اندفاعي تابع لفريق الثيران، يعني الحرب مسيطر عليها فريق الثيران، يعني على المدى الطويل من وراء هذه المرحلة الافقية بامتياز نتوقع تكملة اتجاه الصاعد، تمام؟ فلذلك بعدني متمسك بالسيناريو الصاعد. وعلى اطار يومي كنا شفنا الشموع الابتلاعيه والانماط الاحتوائيه، وانتم بتعرفوا قديش انا بحبها، هيدي اول شمعه وهيدي ثاني شمعه، لذلك الاهداف عنا هي البريفيوس توب اللي هي قمه ال 157 وال 128 اذا في حال اخترقنا ال 157، اوكي؟ الاهداف بعد صعود بالنسبه للدولار مقابل الين. بالنسبه لليورو نيوزيلندي احد الاشخاص سالني عليها، شباب بعدني متمسك بالسيناريو الهابط لليورو مقابل النيوزيلندي، وقلت لكم طالما العملات الرئيسية عم تهبط ونتوقع تراجع بعد لليورو لمستوى ال 117 13، يعني بعد عندي هبوط 100 نقطة، اليورو النيوزيلندي رح يضل متمسك بالسيناريو الهابط. هلا بتقول لي ارتد شوي صغيرة شمعة خضراء 30 40 نقطة، هذا موضوع بسيط جدا بالنسبة لي، عم نسجل الموجة رقم 4 من 5. كيف؟ رح اقول لك كيف. واحد اي بي سي اب، رقم 2، رقم 3، رقم 4، والموجة رقم 5، ولكن بعد ما انتهت الموجة رقم 5، لأنه داخل الموجة رقم 5 هنالك 1 2 3، هلا عم نرتفع 4 ونتوقع تكملة اتجاه الهابط للخمسة، يعني ضمن الموجة رقم 5 هنالك 5 موجات هبوط. لذلك إذا بنصغر إطار زمني أصغر على 30 دقيقة، بتلاحظ إن هون عندي هالموجة رقم 5، هون رقم 4، رقم 5 هي 1 2 1 2 3 4 5 3، هلا اي بي سي اب رقم 4 ما قبل تكمل اتجاه الهابط، يعني هنالك احتمال اليورو نيوزيلندي يرجع يعيد امتحان مستوى 1 75 30، واذا تم اختراقه 1 75 90، 1.75 30، 1.75 90، هذه المنطقة الرئيسية اللي نتوقع ارتداد اليورو نيوزيلندي لها لتكملة اتجاه الهابط، وبتكون فقط بريفي ماينر، بريفيس ويف 4 ماينر ويف، موجه صغيره للرقم 4 لتكمله اتجاه الهابط. اورايت، بالنسبه للنفط كنا شفنا هبوط وتراجع. طيب بتقول لي اوكي هبوط وتراجع اندفاعي، نحن متوقعين الارتفاع، هيدا اللي كنت نبهت منه اذا بتتذكروا من اسبوع لورا ومن جلسه واثنين وثلاثه، قلت لكم يا شباب نعم نتوقع الارتفاع، ولكن انا اللي مخوفني انه نشوف في شيب، موجه هبوط سريعه، لمس لوقف الخسارة ومن ثم ارتفاع مفاجئ، وهذا السيناريو اتوقع انه يكون ابتدى لسعر برميل النفط، لانه نعم نتوقع الارتفاع، نعم اتوقع مستوى ال 50 دولار وال 55 دولار، ولكن قلت لكم انه الفي شيب من وراء هذا الرايزنج ويدج، انتبهوا من اختراق خاطئ ما قبل الارتفاع، وهذا السيناريو اذا بترجعوا بجلسات لورا بتعرفوا انه حكيت عنه بحذافيره وبتفاصيله، انه نعم احتمال يلمس، لانه النفط هدوءه هون قديش الكمية لعدد عقود الشراء؟ قديش دخلوا عالم شراء فيه؟ بده ينزل يخوفهم يلمسوا وقف الخسارة ما قبل الارتفاع.
طه اليورو نيوزيلندا حكينا عنه يا رجل، هلا بعدني منتهي من اليورو نيوزيلندي. قلت لك اليورو نيوزيلندي ما كنت معنا، قلت لك اليورو نيوزيلندي احتمال 3 ويفز اب لمستوى ال 175 30 175 90 ما قبل تكمل الاتجاه الهابط، ولا ازال اتمسك بالسيناريو الهابط يا طه. اوكي هيثم جود مورنينج، صباح الخير صباح النور. الروبل شو عم بيصير فيه يا شباب؟ يو اس دي الروبل، واو الدولار الامريكي قديش قوي، الدولار الامريكي قديش قوي وقديش ما لازم حدا يتحديه. اوكي عم شوف اليو اس دي روبل عم يذكرني بالليره التركيه بصراحه. اذا بتشوفوا هذا الرسم البياني اي بي سي داون ودخوله بمرحله افقيه بنفق ميل على ارتفاع، بذكرني بالضبط بسيناريو الدولار التركي، ولكن الدولار التركي ضل عم يرتفع بنفق ميل على ارتفاع لا سجل قمم تاريخيه جديده. رح فرجيكم ايه. خلينا نشيل الذهب، خلينا نشيل النفط، خلينا نشيل اليورو، خلينا نشيل الدولار الكندي، ندخل الدولار التركي. وين الدولار التركي يا شباب؟ يو اس دي تي ار واي شارت ويندو وايت ديلي. ها شوفوا وين الاطار اليومي، شوفوا 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 شو حلو السيناريو للروبل مع التركي. نفس السيناريو طه، شوف الليرة التركية على اليمين، شوف الروبل الروسي على اليسار. ABC down مرحلة أفقية، ABC down مرحلة أفقية، توقعنا الهبوط لليرة التركية فجأتنا بتسجيل قمة جديدة. ما رح نتوقع هبوط للدولار مقابل الروبل، وإنما رح نتوقع قمم جديدة والدولار التركي نفس الروبل. شوفوا طبعا الرسم البياني كيف متطابق، ونفس السيناريو أنا كان بصراحة غدرني الدولار التركي، غدرني كنت توقعت اي بي سي داون اي بي سي اب واي بي سي داون، غدرني سجل قمة تاريخية جديدة واخترق آخر قمة. لذلك اي بي سي داون اي بي سي اب ما رح اتوقع الهبوط للدولار مقابل الروبل، قال هلا ينزل. ما رح نتوقع هبوط، رح نتوقع تكملة اتجاه الصاعد واختراق قمة جديدة لليو اس دي روبل. والتركي بذكرني بالروبل، بذكرني بالتركي. alright اوكي يعني النفط وين تتوقع هبوطه؟ النفط اذا في حال بدي افكر بشكل هيك شوي صغيره خارج عن التفكير السليم، اوتسايد ذا بوكس راح اخذ فيبوناتشي من موجه رقم 2 لقمه الموجه رقم 3 واجي اقول لك كحد اقصى اتوقع الانهيار لمستويات فيبوناتشي اكسبانشن A و B و C. واو المستوى الحالي مستوى 100% نقطة مهمة، ولكن أتوقع اختراقها لاستهداف مستوى 161.8 اللي هي بالقرب من مستوى 39.50 ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. إذا بده يمتد أكثر وأكثر هنالك احتمال نزور 37.35 ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. It's a deep Stop hunt وقف خسارة، بيتصيد وقف خسارة. Stop hunt بيتصيد وقف الخسارة. Deep stop hunt يعني موجة عميقة ليتصيد وقف الخسارة. هبوط سريع للنفط وفي V-shape recovery، هذا هو السيناريو المفترض. كل هذه المنطقة اللي رح نحددها باللون الأزرق هيدي منطقة شراء. وين بالضبط ما بنعرف، حسب عدد عقود الشراء حسب كميات الشراء رح نشوف الموجة الهابطة والديبر كوركتيف سايكل. واو السوق قديش خطير، قديش عم نجرب قدر المستطاع انه نوقف بوجه ونحلله. شباب بعدنا ضعاف بهذه الجلسات، يعني 30 شخص، 35، 20، 25، 28، لازم نطلع 50 و100 شخص بالنهار. لازم تساعدوني لنعمل شير. محمد الأسترالي
الاسترالي دولار كمان توقعنا نفس الموضوع، ديبر كوركتيف سايكل، موجة تصحية عميقة مع العملات الرئيسية بأجمعها، اي بي سي داون ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، احتمال اعادة امتحان 22 72 20 71 80، هذه منطقة مغرية لإعادة شراء الأسترالي. ديبر كوركتيف سايكل متوقعة، 100 نقطة يورو متوقعة للهبوط أكثر وأكثر، ولكن انتبهوا بالوقت الحالي احتمال ارتداد ثلاث موجات ارتفاع ما قبل تكملة اتجاه الهابط للعملات. رجعوا عيدوا جلسة من البداية، ما تاخذوا الكلام من الآخر تقولوا جوزيف توقع هبوط هلا فوت بيع. رجع على تحليل اليورو وشوف انه توقعنا ارتفاع 3 ويفز اب ما قبل تكملة اتجاه الهابط كمرحلة بسيطة، كموجة بسيطة. عمر مشتري دولار على الكرون السويدي ب 2500 دولار. الكرون السويدي ما انه موجود اتوقع عنا، صح؟ ما انه موجود عنا الكرون السويدي. بدنا ندخل على tradingview.com. وين تريدينج فيو؟ اوكي عفوا، tradingview.com. خلينا ندخل على فينفيز، وهذا تريدينج فيو سويدش كورونا. سويدش وينك يا سويدش كورونا؟ سويدش كورونا جابانيزيان. يا الله، بدنا سويدش كورونا دولار امريكي، يعني يو اس دي ساك، صح؟ يو اس دي ساك، يو اس دي ساك. اخ المعلومات شو حلوه، المعلومات شو حلوه، انك انت تعرف تلخيص اليو اس دي سويدش كورونا هي يو اس دي ساك، اس اي كي. فيتشرد تشارت اورايت، واو، مطابق تطابق لئيم، هو 100% مثل الدولار الامريكي. خلص يعني السويدش كورونا ما قاله كلام. لما تشوف اي زوج او اي عملة معينة مطابقة لرسم بيان الدي اكس واي اي الدولار الامريكي، تعرف انه هيدا العملة ما قاله كلام وما قاله مستقبل وما قاله تأثير على تحركات الزوج. يعني خلص الدولار الامريكي هو اللي مصادر على السويدش كورونا، مثل الدولار الكندي. بتلاحظ انه الدولار الكندي مطابق للدولار الامريكي الدي اكس واي، لذلك هنالك الكندي ما له عازي. خلص الدولار الامريكي هو اللي مسيطر. نفس الشيء سويدش كورونا، يعني بنتوقع الهبوط وتكمله اتجاه الهابط للسويدش كورونا. يا استاذي مين سالنا؟ عمر، استاذ عمر بارك الله فيك. الدولار ساك، نتوقع انه هلا ويف 4 الموجه رقم 4 احتمال باونس شوي اعلى لمستوى 8.9 وتكملة اتجاه الهابط. خلص بده يمشي مع الدولار الامريكي، بده يهبط. بس انتبه شغلي، اذا بتتذكر اول جلسة شو حكينا، انه الدولار الامريكي هنالك مستقبل بعد لقله، وراح يرجع يرتفع امام العب. انت شو بدك؟ انت شاري دولار على الكرون، صح؟ يعني انت يعني شاري دولار بيع كرون. اذا في حال عم تفكر على لونج تيرم انفستمنت، استثمار على المدى الطويل، وما عندك مشكله انك تنتظره، انا بقول لك طول بالك عليه. ولكن بالوقت الحالي الضغوطات السلبيه لا تزال موجوده، ولكن من وراء انتخابات الولايات المتحده، مثل ما كنا حكينا في بدايه الجلسه، انه اليورو دولار والعملات الرئيسيه كلها عم ترتفع، ولكن رح توصل الى منطقه ترجع تنهار. اتوقع هبوط اليورو والباوند الاسترالي على المدى الوسط للطويل، وارتفاع الدولار الامريكي بشكل هائل. لذلك قوة الدولار الامريكي ممكن تجي عن قريب من وراء انتخابات الولايات المتحدة بشهر نوفمبر، بعد عندك شهرين اقل. اوكي، اذا قادر تتحمل طول بالك شوي صغيري. استاذ علي، انا بالنسبة للنفط اتوقع او تفضل شراءه اذا عمل ديبر كوركشن لل 38، منطقة 38 38 ونص بشتري نفط وبعزز صفقات شراء، الا اذا في حال. طب ليك، خليني افسر لك شغلة جدا مهمة علي. ليش بدك تقلي شو وين بتشتري نفط، وانا بدي اعطيك نقطة من ميلي تحت لشراء النفط؟ ليش ما منفكر انه اول ما يتم اختراق قمة جديدة، يتم اختراق مستوى 43-43-50 ندخل شراء؟ مش افضل؟ مش منكون قلصنا المخاطر، بدل ما نجرب انه نلقط سكين هابط نحط ايدنا امامه لنشتريه، وبركي كفة هبوط. شو رأيك انه ننتظر ارتفاعه، ولما يخترق مستوى 43 و43 ونص
ندخل بشراء، بنكون قلصنا المخاطر وبنكون تأكدنا أن السيناريو صاعد، وبنكون اشتريناه اون ستوب باي اون ستوب، أمر معلق بالشراء. أنا برأيي أفضل، نفسيتك ما بتسمح لك أنك أنت تدخل بصفقات شراء على زوج أو على عملة أو على برودكت صاعد، هذا موضوع بيرجع لك. في كتير أشخاص بيقول لي جوزيف أنا ما فيي، أنا بحب أشتري القاع، بحب أشتري أسعار رخيصة. أوكي، ولكن في مخاطر، ولكن هو السوق صاعد، لما يخترق لك خط مقاومة رئيسي مثل سعر برميل النفط 43 بتتأكد هنا أنه ابتدت موجة الاندفاعية جديدة لاستهداف مستوى 50 55 دولار. لذلك أنك أنت تشتري على 43 دولار أفضل بكثير من أنه تشتري على 38. شو رأيك بهذا الموضوع علي؟ alright، صباح الورد علي، اهلا وسهلا فيك. خالد جود مورنينج، شباب نورتوا الجلسه. لكن نحن هلا بالنسبه لك ان حللنا معظم العمليات الرئيسيه، ولكن عم نرجع نعيدهم بشكل او اخر. الاسترالي مقابل الدولار انتهينا 5 waves up او 5 موجات اندفاعيه. هون الموجه رقم 1 التي تتضمن 5 موجات 1 2 3 4 5، ويف 1 ويف 2. الموجه رقم 3 انتهينا منها هون، الموجة رقم 4 والويف 5 التي تتضمن كمان 5 موجات 1 2 3، دخول بمرحلة أفقية رقم 4 expanding triangle، والموجة الخامسة we expect 3 waves down، أتوقع 3 موجات الصحية. لذلك ضعف العملات الرئيسية نعم متوقع. بعرف أن الدولار الأمريكي عم بيهبط وعم بيتراجع، وسندات الخزينة الأرقام طبعها من وراء جيرم باول عم بيجرب أنه يدعمهم إلى ما هنالك، ولكن لو حتى في عندي deeper corrective phase أو مرحلة عميقة تصحية للدولار الأمريكي، هنالك 3 waves up أو 3 موجات تصحية فقط ليكون العملات الرئيسية صححوا نفسهم ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. السيناريو على اليورو بعده نفسه، كنت رسم لكم إياه وبعدني رح أرجع أسر أرسمه. wave 1 wave 2 I أحرف رومانية double I triple I 3 IV 4 ووي في 5. هون الموجة رقم 3 4 و5، هون A ويف A ويف B الريجولر ويف، موجة غير اعتيادية اللي هي بتهبط بتسجل كا ويف A ترتفع كم جديدة B، ومرجع نهبط لإعادة امتحان بريفيس ويف 4 على مستوى 117-13. رح اشتري يورو دولار، وانا ما بالوقت الحالي احتمال A ارتفاع شوي B ومن ثم هبوط C لمستوى 117-13، ومن ثم تكملة اتجاه الصاعد لل 120-121، ومن ثم هبوط وانهيار. هذا السيناريو لليورو دولار. الذهب، رح انهي جلسة بالذهب يا شباب. المؤشرات الامريكية مرينا عليها، دولار مقابل الين، دولار كندي، اليورو نيوزيلندي، الباوند ين. عيدوا الجلسة لكل الاشخاص اللي دخلوا هلأ اول مرة، بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات، واللي بيدخل اول مرة معنا يعمل لايك وفولو للبيج، بصير يزمر عندكم كل ما نطلع لايف. ساعتها بتشوفوا الجلسات الصباحية اليومية على صفحة فيسبوك، وجلسات بعد الظهر على انستغرام، كمان صفحة تكمل العربية على انستغرام. alright، بتمنى تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو. بالنسبة لسعر أونسة الذهب، نعم it's a deeper corrective cycle. إذا بتتذكروا خدنا من الإطار الأسبوعي أو اليومي فيبوناتشي expansion، وبتتذكروا أنه كنا حكينا على ارتفاع alright بهذا الشكل، وكنا حكينا على وصوله الى مستوى 125%، واخذنا في بوناتشي كمان اكسبانشن من قاع الموجة رقم 2 لقمة الموجة رقم 3. وينية يا شباب هون؟ او على اطار 4 ساعات، اوضح. نعم على اطار 4 ساعات، من قاع الموجة رقم 2 لقمة الموجة رقم 3 لقاع الموجة رقم 4، تتذكروها. واو، لكل الأشخاص اللي بتابعوني بيعرفوا أنه نحن رجعوا بالتاريخ لورا، وعملت لها شير على صفحتي على جوزيف ظهرية، عملت شير للفيديو اللي حللت فيه الذهب أنه القمة اللي رح ينتهي عليها هو 2075 دولار، استهدف 2072، فرق 3 دولار معي، الحمد لله قريبة. هون ويف 1 ويف 2، هون كان عندي مرحلة أفقية ويف 1 ويف 2، أخذت في بوناتشي إكسبانشن من قاع الموجة رقم 2 لقمة الموجة رقم 3 لقاع الموجة رقم 4، استهدفنا الموجة رقم 5 على هذه المنطقة. توقعنا أنه ممكن ندخل بمرحلة أفقية بامتياز. كيف شكل المرحلة الأفقية؟ ما رح أتفلسف عليكم، ما بعرف. المرحلة الأفقية فيها تكون على شكل مثلث
فيها تكون على شكل اي بي سي داون، ثلاث موجات صحيه، لا نزال نحن تحت السيناريو القائم اللي عم بيحضر نفسه للذهب. من الواضح انه اتس ان اي بي وسي، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط لزياره مستوى ال 1770 1800 ما قبل تكمله اتجاه الصاعد. وانا ما بالوقت الحالي سعر اونصه الذهب على اطار اصغر، على اطار ساعه، السيناريو اكثر من رائع. هبطنا ويف 1 هون اكيد 1 2 3 4 5 هذه الموجة رقم A أو الموجة الأولى، هون الموجة B أو الموجة رقم 2، الموجة C أو الموجة رقم 3 لا تزال قائمة، نتوقع الهبوط، ولكن الموجة C بقى تهبط على شكل خمس موجات 1 2 3 هون 3 يا شباب 4 و 5 هيدي الموجة رقم 1 من C، ورجعنا A B C رقم 2 من C. انسوا موجات اليوت، بعرف شوي صغيرة صعبة ما توجعوا بالكم فيها، هلأ الموجة رقم 3 من سي نتوقع تكملة اتجاه الهابط، وإنما على إطار 30 دقيقة مع النمط الاحتوائي أتوقع ارتداد شوي للذهب لزيارة مستوى 1950-1954 وتعزيز صفقات البيع. بالوقت الحالي ارتداد بحدود 10-15 دولار متوقع، وبالنسبة لنا بناخد في بوناتشي من بريفيو ستوب لآخر بوتم، بنعرف أنه تم استهداف مستوى 76.4% وال 80% في بوناتشي ريتريسمنت، الأرقام التي نحن منضيفها على في بوناتشي لأنه السايكولوجيكال بيهيفير تغيرت. قديما كنا نشتغل يا شباب 61.8%، 61.8% جولدن ريشيو بطلت شغالة يا حبيبي، تغير السوق من خمس سنوات لليوم، تغير السوق. ال 61.8% كنا نستعملها، هلا بيتم اختراقها وبيشتغل فوقها وبيسكر فوقها، بطل يحترمها. ال 76.84% هي المنطقة الرئيسية اللي عم بتكون لتكملة اتجاه الهابط إذا في حال عم بتعد امبالسيف ويف، أي موجة اندفاعية. ما شاء الله عليكم 46 شخص بهيدي الجلسة، أنا بتشكر كتير وجودكم، وبتشكر كتير الأشخاص اللي عملوا لايك وشير لهذا الفيديو. بليز اعملوا لايك وفولو لتكمل العربية للصفحة، لتصيروا تتابعوا جلساتنا اليومية كل يوم على الساعة 11 نطلع لايف ومنحلل السوق. أنا أمي سيرتيفايد فاينانشال تكنيشن ليفل 2، عندي خبرة بموجات اليوت، بشتغل من السوق أسواق المالية بالفوركس من سنة 2008 من وراء انهيار الأمريكي سبلاي مورجج كراش، وطبعا عندي بي اي بالفاينانشال انجينيرينج، وكمان متخصص بموجات اليوت وبفيبوناتشي ادفانس متقدمة، بنعمل ندوات تعليمية، بنحلل السوق بشكل يومي. أكيد مني منجم، ما بصيب السوق 100% كل يوم، ولكن قدر المستطاع بجرب انه اعطيكم رأيي بالسوق. واكيد اذا في حدا كمان عنده خبرة بالسوق من الموجودين، في كتير اشخاص ممكن انه انا كمان استفيد منهم وهن كمان ينصحونا، باذا في عندهم اي تحليل على زوج معين ساعتها بتصير مثل كوميونيتي او مثل سوسايتي منساعد بعضنا. بدكم تتذكروا وما تنسوا بحياتكم انه نحن كلنا فريق واحد ضد البورصة، اوكي؟ ما حدا ولا محلل يتحدى الثاني انه انا اشطر منك وانت اشطر مني، ما حدا كبير على السوق بتجرب انه تعمل سيناريوهات مفترضه وبتجرب انك تحلل السوق، نحن فريق ضد فريق البورصه وان شاء الله بنساعد بعضنا. لكل الاشخاص اللي دخلوا هلا على الجلسه، رجعوا عيدوا الجلسه مسجله على صفحه فيسبوك، وبتشوفوا تحاليل اليورو والباوند والذهب والباوند ين والاكزوتيك كروسز والمؤشرات الامريكيه، وتحاليل موجات اليوت وفيبوناتشي والمؤشرات والاوسييترز والباترنز والسويدش كورونا والدولار الامريكي دي اكس واي، وعلى فينفيز دوت كوم طبعا بعض الاحيان بنمر على فيوتشرز مثل طبعا الكوتن، مؤشر الفولاتيليتي اندكس اي مؤشر الفيكس، بنمر على كتير امور، وحتى مدخل على بلومبرج معظم الاوقات بنراقب الريتس اند بوندز اي سندات الخزينه التابعه للولايات المتحده. ليش نضغط على يو اس سندات الخزينة التابعة لعشر سنوات، منشوف قديش النسبة المئوية تبعها، منشوف إذا في حال عندي طلب على المؤشرات الأمريكية، إذا عندي طلب يعني المستثمرين بدو يخرجوا من العملات ومن الذهب يدخلوا على المؤشرات الأمريكية مثل ما عم بيصير هلأ، لأنه ارتفاع للداو جونز سوف يؤدي إلى خروج المستثمرين من سعر أونصة الذهب ومن العملات الرئيسية ودخول إلى سندات الخزينة التابعة للولايات المتحدة. فهذه الافكار كلها طبعا ندمجها سوا، عم فرجيكم طريقه التحليل البروفيشنال، انه بندرس اقتصاد، بنحلل اقتصاد، بنتابع اخبار، وبرضه بنضيف التحاليل التقنيه. التحاليل التقنيه منا كل شيء. بتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع على الجميع، شكرا لانه اعطيتوني من وقتكم وتابعتوني، بتمنى لكم نهار رائع، كان معكم جوزيف ظهريه من شركه تكمل، الى اللقاء.